خروج المحادة. المرأة التي في الإحداد خروجها لمصالح أو حوائج أو عوارض تعرض لها، حكم ذلك من العلماء من قال إنها لا تخرج في النهار إلا لحاجة وفي الليل لضرورة، ومنهم من قال إنه يستوي الليل والنهار في خروج المرأة للحاجة، المرأة المحادة للحاجة، وهذا القول أقرب إلى الصواب وهو الذي تعضده الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خروج المرأة لبعض حاجتها فأذن في ذلك كما في صحيح مسلم. وفي قصة شهداء، في قصة زوجات شهداء أحد، أنهن استأذنه في أن يجتمعن عند إحداهن ليسري بعضهن عن بعض ما نزل بهن من فقد من فقدوا، فأذن لهن صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال ولا تبيت إحداكن إلا في بيتها. فدل ذلك على جواز الخروج للحاجة، سواء كانت حاجة ضرورية أو حاجة يصلح بها حالها ولو لم تكن ضرورة. من ذلك مثلا أن تعود مريضا، أن تزور من له حق بالزيارة وما أشبه ذلك، ولكن المطلوب أن لا تبيت إلا في بيتها، هذا هو الأقرب إلى الصواب وهو قول جماعة من أهل العلم واختيار شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله.